الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنن الترمذي، إلى سنن الترمذي، أبواب الصوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الصوم في أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع، هذه أيام التشريق. اليوم الثاني كان أيام العيد، وهذه أيام التشريق هي الأيام، أيام المبيت بمنى، هي أيام المبيت بمنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، هناد بن السري، أبو السري من ثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وكيع التنين بن الجراح الرؤاسي من أساطير المحدثين، قدمه أحمد على شيخه الثوري. قال: عن موسى بن علي، موسى عن موسى بن علي بن رباح بن معاوية أبو عبد الرحمن اللخمي الأسكندراني المصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي: كان صالحا متقنا لا يزيد ولا ينقص في حديثه. قال أحمد: شيخ ثقة. قال النسائي: ثقة. قال العجلي: ثقة. وذكر ابن شهاب في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. قال عن أبيه، أبوه علي بن رباح ابن قصير، أو ابن، نعم، أبو عبد الله أو خيلة، أبو موسى اللخمي المصري، قال النسائي: ثقة. وأحمد قال: ما علمت إلا خير، وهذا توثيق. قال ابن سعد: ثقة. وقال العجلي: ثقة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الأجلاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. جميل جدا هذا الحديث، ليش؟ لأن فيه زيادة مهمة تثبت أن يوم عرفة عيد، لكن لمن؟ الحق أن يوم عرفة ليست عيدا للجميع، لأن الأصل في الأعياد أنها لا تصام، هي عيد لمن وقف بعرفة، كما قال علماؤنا: عرفة عيد لمن وقف بعرفة، لجموع عرفة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب في رواة وتبعل. في الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن صحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص عبد الله بن عمرو، وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يرد هديا، ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. سمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي، سبحان ربي العظيم. نعم، كما قال سمعان بن علي أو سمعان بن إبراهيم، قال: من قال ابن علي لا أحل. فهنا هذا الحديث فيه دلالة على أن أيام التشريق لا يجوز صيامها، على أيام التشريق أنه لا يجوز صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وتبعل في بعض الروايات وذكر لله. يبقى عندنا مسائل في هذا الحديث. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة عندنا، أو قال: عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة، فهنا يؤخذ منه أن يوم عرفة إن كان عيد فلا يجوز صيامه، وقلنا بأن السنة صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم عرفة يوم عيدنا، قال: عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فالحق بأن نقول بأنه عيد، نعم، عيد لمن وقف بعرفة، هو عيد لمن وقف بعرفة، فلذلك يسن ويتأكد فطره، وإلا فعائشة كانت تصوم،
فيوم عرفة من السنة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بكوب من اللبن شرب بعد العصر وعلم أنه ما كان صائما. فيبقى إذن الزيادة هنا زيادة مهمة في قول يوم عرفة عيدنا، يعني عيد لأهل الموقف. إنما يوم النحر فهو عيد لجميع أهل الإسلام، لذلك يحرم صيام يوم عرفة يوم ويوم النحر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وأيام التشريق. قال وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم عيد الأضحى. وأيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. والحديث هنا فيه دلالة واضحة جدا على أن صوم أيام التشريق لا يجوز، لأنه يوم عيد وأيام العيد يحرم صيامها. عائشة وأيضا قال ابن عمر بأن أيام التشريق تصام لمن لم يرد الهدي. أيام التشريق تصام لمن لم يرد الهدي. والجديد من مذهب الشافعية بأنه لا يصام. أيام التشريق لا يصام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام عيد، يوم عيدنا هي أيام عيد. وإن كانت أيام عيد فأيام عيد ينهى عن الصيام فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. قول المصنف وفي الباب عن علي أخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح يقول يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر لله. فقلت من هذا؟ قالوا هذا علي بن أبي طالب. رواه البيهقي من هذا الوجه، لكن أيضا سعد بن أبي وقاص أخرجه أحمد بلفظ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها على أيام التشريق. وهذا أخرجه البزار. وقال في المجمع الهيثمي قال رجالهما رجال الصحيح. وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا وفي أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، لكن فيه سعيد بن سلام العطار رواه أحمد بالكذب. ولكن أحاديث كثيرة في إثبات ذلك. وحديث جابر كان في السنن ونبيشة حديثه أخرجه مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حديث عبد الله بن حذافة أخرجه الدارقطني بلفظ لا تصوموا في هذه الأيام، وهذا أوضح. يعني هذه الرواية من أهم الروايات لأنه قال تصريحا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني أيام منها. في إسناده الواقدي، لكن الزيادة هذه تفيدنا جدا. وحديث أنس أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاث أيام التشريق. وفي إسناد محمد خالد الطحان وضعيف. حديث كعب بن مالك أخرجه أحمد ومسلم وفيه أيام منى أيام أكل وشرب. أما عائشة قالت وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا من لم يجد الهدي. أخرجه البخاري وقد بأن الجديد وهو الراجح الصحيح بأنها لا تصام حتى لمن لم يجد الهدي. حيث عبد الله بن عمرو أخرجه البزار وقال الزيلعي في نصف الراية قال المنذري في حواشيه وقد روي هذا الحديث من رواة نبيشة. وحديث عقبة بن عامر كما قال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه أبو داود النسائي وسكت عنه أبو داود. وقال والمنذري قال التصحيح نقلت صحيح الترمذي عنه. نعم. في قولي إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع أن إذا لم يجد الهدي ولم يصل في العشر أن يصوم أيام التشريق. قد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام بن طلحة الجواز مطلقا في أيام التشريق، وهذا مخالف لصريح حديث النبي أنه قال لا تصوموا. وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا وهذا الراجح، وهو المشهور عن شافعي في الجديد يعني. وعن ابن عمر وعائشة وعبيد في آخرين منعوا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا قول مالك وهو الشافعي في القديم وهو ضعيف. والصحيح الشافعي في الجديد وأن المنع هو الصحيح. وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهى. والذين قالوا بالمنع قالوا بمطلق أحاديث المنع وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام عيد. ومن قال بأن هذه الأيام تصام قال بقول عائشة رخص رسول الله المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لكن في إسناد يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك بالعموم. ولكن الصحيح لا يصمنا والحاضر يقدم على المبيح. الحاضر يقدم على المبيح.
ولكن قال به الشافعي في القديم وأحمد ومالك قالوا بأنه يصام لمن لم يجد الهدي، وهذا كما قلنا في ضعف. أبو حنيفة قال يصام أيام التشريق وهذا الأقوى. ولذلك محمد في الموطأ قال لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها، لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، والحاضر هنا يقدم على المبيح، وأنا أدين الله بذلك أميل إليه، وهذا الراجح الصحيح لا يصام. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الحكمة وضع الشيء في موضعه. شوف الله تعالى لما جعلها عيدا نفى العبادة فيها. الثاني من حسن التعبد في أيام الأعياد التوسعة على العباد في التبعل أجر، في التبعل أجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في البضع أحدكم صدقة، قالوا أتى أحدنا شهوته فقال أرأيتم من جعلها في حرام. هنا ينتهي الباب بفضل الله جل في علاه. نريد لو في أسئلة تفضلوا. ولله الحمد والمنة. طيب احنا استاذ احمد شيخ احمد فؤاد استسمحك مساله التسجيل لان انا نسيت اعمل، انا اسف جدا. نفع الله بك رضي الله عنك، تدعو لنا نسال الله ان ينفع بك. طب بعد اذن حضرتك انا انتهي من الاسئله ونقف عند السؤال، نقف على الحديث. ماشي. وفي اسئله؟ في اسئله اعتقد في سؤالين ننتهي منهم وننتهي منهم. الله يرضى عنك. طيب هنا جهاد يقول هل النهي في الصيام أيام التشريق على التحريم أم على الكراهة؟ الحق أنها على الكراهة، لأن كلام عائشة رضي الله عنها أرضاها صارف في هذا الباب في التخصيص. هذا عند كثير من العلماء، والصحيح الراجح أنها على التحريم إلا ما ورد في الخلاف في مسألة من لم يجد الهدي. أنها على التحريم إلا ما ورد من الخلاف في مسألة الذي لم يجد الهدي. الخلاف ما وارد، ومن قال به قال في قولها في قولها رخص أنها على الرفع. نعم. أيام بعال يعني نكاح، يعني ليس كيف تكون محظورات الإحرام يا حبيبي، أو الدور المكنون كيف يكون محظورات الإحرام؟ ده هو أصلا دي أيام التشريق، هو قد تحلل التحلل الأصغر والأكبر، يعني لو أتى أهله لا شيء في ذلك. ربي يرضى عنكم، والله ما علمناكم إلا أشد الناس حرصا على طلب العلم، أو من أشد الناس حرصا على طلب العلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.